بسم الله، النهاردة هبدأ معاكم حكاية جديدة من حكاياتنا اليومية. نسألكم اعمل لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أنا اسمي هدى، عندي 25 سنة، عايشة مع أمي وأخويا. أخويا عنده 30 سنة. كنت بشتغل في شركة وكنت بحب واحد زميلي اسمه علي، بقالنا 3 سنين مرتبطين ببعض وكنا متفقين على الخطوبة. وفي يوم جات واحدة تشتغل معانا في الشركة اسمها ليلى، ومن أول يوم ما حبتهاش لأنها كانت حلوة أوي وجميلة، وبدأت أغير منها وأكرهها، لأن من ساعتها وأنا وحبيبي يعتبر حكايتنا اتغيرت، وبدأت تحصل خلافات بينا كتير أوي أوي. وبدأ يتغير معايا في المعاملة بتاعته، وفي يوم طلب إنه يقابلني بعد الشغل، وفعلا رحت قابله ومعايا وردة لي كنت محضرها له مفاجأة. ولما رحت كانت أكبر صدمة ليا إنه بيقولي إن إحنا خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. زعلت أوي أوي منه وانصدمت، وأخدت أجازة من الشغل عشان مشوفوش. وفي يوم رجعت الشغل لقيته قاعد مع ليلى وفي ايد ليلى دبلة. وبعدها عرفت انه خطب ليلى وهي وافقت مع علي، مع انها كانت عارفة اني كنت بحبه قوي وهو كمان كان بيحبني. ومن هنا كرهتها اكتر وكرهته هو كمان، وقررت ابعد عنه ومسألش فيه تاني. بس قررت ساعتها اني انتقم من ليلى واخد حقي منها. وبعد الخطوبة دامت لمدة 7 شهور بين ليلى وعلي. في يوم وانا خارجة من الشغل لقيت ليلى قاعدة في مكتبها وبتعيط ومنهارة قوي، ومنها عرفت ان هي فسخت الخطوبة بينها وبين علي. وفي الوقت ده كان اخويا جاي ياخدني من الشغل عشان نروح سوا، وساعتها شاف ليلى وبرضه أعجب بيها، وده لأنها جميلة أوي أوي. وبدأ يجيلي أكتر من مرة الشركة عشان نروح سوا، ودي كانت مش من عاداته. وفي يوم لقيته بيقولي إنه عاوز يخطب صاحبتي ليلى. ساعتها معرفتش أعمل إيه، ولكن كل اللي أنا كنت حاسة بيه إن أنا متضايقة ومش عاوزة الموضوع ده يحصل. وفعلا أخويا اتخطب هو وليلى، وفي الفترة دي كنت أنا مخطوبة، كان متقدمني واحد صاحب أخويا، وافقت عليه واتجوزنا جواز صالونات عادي، وخلفت منه بنت. وبعد كده بسنة أخويا اتجوز ليلى. بعد الجواز قررت إني أروح عند أمي وأخويا في البيت، وعملت خطة وفعلا بدأت إني أنفذها، هي إني أعمل مشكلة مع جوزي ملهاش أي لازمة عشان أسيب البيت وأروح أخطب عند أخويا. وفعلا رحت وقعدت عندهم وبدأت أنفذ الخطة، هي إني أنتقم من ليلى اللي كانت بتاخد مني حبيبي. ومع كل يوم بدأ أخويا يخرج فيه للشغل، وبدأت أدخل الحمام أنا وبنتي كل يوم بعد أخويا ما يخرج. بحجة بنتي بتعمل حمام وبتستحمى عشان ليلى طبعا ما تدخلش الحمام، مخرجش منه إلا لما أشوفها تعبانة أوي أوي وخلاص مش قادرة تستحمى. وبعدين أروح وراها المطبخ وأبوظ أي حاجة بتعملها سواء كانت أكل أو شرب. وساعات كنت أطفي عليها النور وهي في أوضتها عشان كنت عارفة إنها بتخاف من الضلمة. وحاجات كتير قوي عملتها مع ليلى، وكنت بعملها كويس قوي قوي وباين إن أنا بحبها قدام أخويا عشان ما يشكش في أي حاجة أنا كنت بعملها، وعشان كمان ما يصدقهاش لو هي حاولت تشتكي مني في أي حاجة. وكنت كمان ساعات بعيط قدام اخويا اني قد ايه انا نفسي ارجع بيتي.
وبدأت أتخانق معاها على أي سبب تافه. ولما يرجع أخويا أشتكيله إنها بتعاملني وحش وبتعيرني إني قاعدة غضبان عندكم، إنها مش مستحملاني، مش مستحملة بنتي. وقدام أخويا أعمل نفسي إني بحبها عشان أخويا يصدقني طبعا، وما يصدقهاش. وساعات كنت أروح أقعد في أوضتي ومرضاش آكل ولا أشرب قدام أخويا. أمي كانت عارفة اللي أنا بعمله بس مش قادرة تتكلم، لأنها كانت عارفة إنها كانت خطيبة واحد اللي أنا كنت بحبه. لأني كنت مسيطرة على ماما شوية، ما كانتش بتقدر تقول لأخويا حاجة ولا تتكلم، ولأني بنتها الوحيدة ويهمها طبعا مصلحتي. وفي يوم تعبت ليلى قوي، خدناها ورحنا المستشفى، ومن هناك عرفنا انها حامل. ومن هنا حلفت اني اخرب بيتها ولازم اطلقها من اخويا، وان الحمل ده مش لازم ينزل، مش لازم انها تكمل فيه، ولازم انه ينزل عشان كده أكون أنا استريحت وخدت بطاري منها. وبعدها بفترة عرفت إنها حامل في ولد، ومن هنا غيرت أكتر، لأن أنا طبعا معايا بنت، وإزاي أجيب ولد وأنا معايا بنت؟ وعملت خطة وفعلا نفذتها. الخطة كانت إني في يوم كنت محضرة مية وفيها صابون، وقررت إني أحطها قدام باب الأوضة من غير ما ليلى تشوفني، وهي خارجة من باب أوضتها كل يوم كالعادة، داست على المية ليلى واتزحلقت ووقعت على الأرض. وهنا أغمى عليها فأخدتها ورحنا بيها المستشفى، وهناك الدكتور قال انها حصلها نزيف والحمل سقط وانه ما كانش هينفع يكمل. ساعتها فرحت قوي وحسيت ان كده نفذت اول خطة من اللي انا كنت عاوزاه، وقتلت ابنها وانتقمت منها. وبعد ما ليلى خرجت من المستشفى واستريحت، قررت انها تنفصل عن اخويا لانها مش هتقدر تكمل معاه، لانها كانت مستحملة كتير قوي عشانه، وكانت ساكتة مش بتتكلم. وفضلت تحاول مع اخويا لانه كان رافض، لانه كان بيحبها قوي وهي كمان حبته. وفضلت تحاول معاه لحد ما نفذ رغبتها وطلقها، وكانت دي فرحتي الكبيرة، واني خلاص عملت اللي كنت عاوزاه، طلقتها وخربت بيتها وقتلت ابنها، لاني كنت بكرهها قوي من ساعة ما اخذت مني حبيبي. وساعتها قررت اني ارجع بيتي، وهنا كانت الصدمة الكبيرة ليا. وقبل ما ارجع البيت عندي طلبت من ليلى اني عاوز اشوفها ضروري، ولانها كانت جدعة وطيبة فعلا جات وقابلتني وقالت لي عاوزة مني ايه تاني. قلت لها انا مش عاوزة منك حاجة، انا جاية بس اعرفك اني خلاص رجع بيتي، وحبيت اقولك قبل ما امشي مبروك على الطلاق. قالت لي انتي فرحانة فيا كده ليه؟ ده اخوكي على فكرة، وانا عملت فيكي عشان ده كله. قلت لها خدت مني حبيبي اللي كنت بحبه، وساعتها قررت ان انتقم منك واخرب بيتك، وانا طلقت من اخويا زي ما خربت عليا قبل كده. وبعدها سبتها ومشيت ورجعت بيتي، لقيت جوزي مسافر بقاله شهرين تبع الشغل بتاعه، وكانت الصدمة انه سابلي جواب مكتوب فيه وقت ما ترجعي البيت هتلاقي الجواب ده،
وفيه ان انا ما عملتش معاكي اي حاجه تخليكي تغضبي وتسيبي البيت، وانا كنت بحبك وما اعرفش انت عملت كل ده ليه، وبعدت عني الفتره دي كلها وبعدت عني بنتي كمان. انا خلاص استنيتك كتير انك ترجعي بس ما رجعتيش. انا سافرت وعاوز اقولك اني خلاص مش عاوزك تاني في حياتي، وان خلاص استغنيت عنك. واكبر صدمة ليا كانت انه قال لي انه اتجوز عليا، وان مراته سافرت معاه، وان وقت ما ارجع البيت اعرف اني اتطلقت منه لانه طلقني قبل ما يسافر، لانه ما بقاش خلاص عاوزني. وقت ما يرجع هيشوف بنته زي ما هو عاوز، لانه خلاص استغنى عني ما قيتش في حياته، وانه عاقبني على اني سبت البيت وخرجت بدون اي سبب، واخدت هدومي ورجعت تاني عند امي وانا منهارة. وساعتها امي قالت لي ربنا عوض عليك يا بنتي، ربنا طول عمره عادل وما بيحبش الظلم، وزي ما خربت بيت اخوكي وقتلت ابنه ربنا اخد حقه وحق مراته مني. الظلم وحش يا بنتي. ساعتها حسيت بوجع بعد كلام امي ليا، اول مرة احسه. وعشت فترة طويلة قوي مكتئبة، وحياتي كلها اتلخبطت، واترفضت بعدها من الشغل بتاعي بسبب مشاكل حصلت معايا فيه، وبسبب غيابي فترة طويلة. بعد كده قررت ارجع لربنا وانه يسامحني على اللي انا عملته، وفكرت تاني ان اصلح كل حاجة عملتها، وان ارجع تاني اخويا لمراته، وان ربنا يعوضهم عن ابنهم اللي انا قتلته، وان اخويا ما يعرفش ان السبب في كده، ولان مراته برضو ما قالتلوش ان انا اللي عملت فيها كده، ولانه كان بيحب مراته قوي قوي وهي كمان بتحبه. قررت اروح لليلى البيت، وفعلا رحت، ولانها كانت طيبة قابلتني كويس، وطلبت منها تسامحني وانها ترجع تاني لاخويا. رفضت في الاول، وبعدين ما كنت زني عليها وان خلاص مش هزعلها تاني، وحكيت لها اللي حصل معايا وان ربنا اخد حقها مني. وافقت ترجع البيت، وفي يوم رحت لها البيت وسبت لها جواب مكتوب فيه ان انا هستناها في المكان المكتوب وعاوزاك ضروري، ونفس الجواب سبته لاخويا في البيت. وفعلا الاتنين راحوا نفس الميعاد، وهناك كانت المفاجأة اني محضرة ليهم المأذون وكل الناس اللي نعرفهم. وبعد ما كل المأذون حضرت واخويا حضر وليلى حضرت، ساعتها مسكت الميكروفون وبصوت عالي طلبت من مرات اخويا تسامحني وانها ترجع لاخويا، واني اسفة على كل اللي انا عملته معاها. وفعلا رجعوا لبعض وعملنا الفرح تاني، وفي نص الفرح وهو شغال كانت أفضل مفاجأة ليا هي إن جوزي رجع من السفر، ولقيته داخل القاعة وبيطلب مني إني أرجعله أنا وبنته ونطلق مراته التانية، وإنه بيحبني ما أقدرش أستغنى عنه. ولما سألته مين قالك على مكاني، قال لي ليلى مرات اخوكي هي اللي كلمتها. بعد هي ما بعتت لي رسالة وطلبت مني اني ارجع لكم علشان انتي اتغيرت كتير، وانك بتحبني، وان انت خلاص ما تقدرش تستغنى عن بنتك، وان بنتي بتسأل عليا لان فعلا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، ان انا ندمت على ما عملته وان كنت انت السبب فيه. رجعت وانا دلوقتي طالب انك ترجعيني انت وبنتي، وانا طلقت مراتي التانية وخلاص هرجع لبيتي ومراتي وبنتي، ويا ريت تقبلي
وبطل فرح أخوكي تكون الفرحة فرحتي، ونرجع إحنا كمان ونلم الشمنة. ساعتها نزلت الدموع من عيني، قلت قد إيه أنا كنت وحشة في حقها، وقلت معاها كتير، وفي المقابل هي اللي رجعت لي جوزي تاني عشان بيتي ما يتخربش بعد ما أنا خربت بيتها. وكانت الفرحة فرحتين، فرحتي بأخويا ومراته بعد رجوعهم لبعض، وفرحتي برجوع جوزي ليا. افتكرت كلمة ماما فعلا إن ربنا عاتب مش بيرضى بالظلم، وإن اللي بيعمل حاجة بتتردله، وإن الحلو حلو والوحش وحش، ومفيش أي حاجة بتتنسي، وربنا مش بيسيب حق حد.